أمينة متوكل، منسقة إقليمية بالهيئة الوطنية لحرف البناء والتجهيز. احنا درنا زيارة البارح للمعرض، البارح واليوم. الحمد لله هذا المعرض يعني جد مهم بزاف، سورتو بالنسبة للكوفيد اللي داز في هاد عامين. كانوا كاع المهن كانوا متوقفين. اليوم الحمد لله يعني راه عطى واحد النظره اللي هي جد مهمه بالنسبه للحرفيين باش يحطوا يعني المنتوج ديالهم. والحمد لله يعني معرض اللي هو دولي، يعني جاوا شركات من دول اللي هي اوروبيه ومغربيه. وكنشكروا بزاف السي ميلود بن باري اللي هو الرئيس ديال الهيئه الوطنيه لحرفي البناء والتجهيز، اللي هو شرف على هذا المعرض ووقف عليه. يعني كنتمنوا ليه التوفيق في المجال المهني ديالو، وحنا جد سعداء وكيشرفنا بزاف اننا نكونوا حاضرين ومتواجدين فيه وكنشرفوا عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في.